السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم يا شباب لمقطع جديد وللعبة جديدة إن شاء الله نختمها. طبعا أول مرة ألعبها بصراحة، الجزء الأول ما لعبته، هذا الجزء الثاني. طبعا تعرفوني عشان ألعابي دائما على البلايستيشن، فما عندي بي سي ولا عندي، يا دوب جانا بي سي كان من عند أخونا الكريم، فنزلت اللعبة دي حبيت ألعبها. الجزء الأول والله ما لعبتها، كان ودي ألعبها، اللي هي أوري and the Wall of the Wisps الظاهر اسمها. هذا الجزء الثاني. الجزء الأول كانت موجودة على الإكس بوكس، برضو نزلت على البي سي ونزلت على شو اسمه السويتش. نبدأ اللعبة. اللعبة 2D، فكرتها حلوة اللعبة، من نوع الجرافيكس مرة جميل. يعني أنا ما عندي مشكلة إنه الألعاب اللي ألعبها الألعاب الحلوة الجميلة، أنا ما عندي مشكلة. قلت لكم مهما، أهم شيء اللعبة تكون ممتعة لأي جهاز بلعبها، بس زي ما أقول عموما اللعبة كله أغلب اللعبة كله في البلايستيشن. طبعا نبدأ نقول بسم الله. طيب نبدأ هنا التسجيل، إيزي نورمال، طبعا نخلي على النورمال. لا طبعا والله الجزء الأول مرة عجبني، يعني أنا شفت على كان لقطات وزي كده، ما لعبتها بس كان مرة ودي ألعب، بس عدت السنين مشيت الأيام وجات الألعاب وخلصنا، بس جينا على الجزء الأول الثاني لها ونقول يلا بسم الله نبدأ يا حبايبي. بصراحة الجرافيكس ممتع للعين، ممتع. يلاو كيف اطلع اكس اكس؟ انا والله متعود على اكس يا عيال. هنا اللي هو اي. وي شال اولويز ريممبر ذا داي. نعم، هو اصلا ما ادري القصه متواصله ولا لا، بس كذا احسه كائن غريب صراحه. مينو لايف كاونت مني بيل. حياة جديدة يعني جاية، شكله مولود جديد. صدق شكلهم ذول أصحابه من الجزء الأول. إن شاء الله تجيني فرصة ألعبها. نمر كول اسمها. أنا بعرف إنها 2D، فيها بازل، فيها أكشن، يعني فيها أسرار كذا، ألغاز تعديها. والله شباب الجرافيكس حلو. عارف ذكرني بالجرافيكس والأشياء دي بلعبة ريمين اللي هي من يوبيسوفت. ويك اب مان، هذا تحسه كده عارف بس على على خفاش. شكلها لسه اول يوم لها تخرج، يعلموها الطيران. بس في لسه ما كبر البومة. يا هذا الجو فرايحي. ليه؟ ليه زعلان؟ مو عاجبه الأكل، ها يبغى دود. الساوند تراك برضه جميل.
بس شايفين الجناح اللي على اليمين تحسه كذا تالف عنده. ايوه the sky called to her، السماء بتناديها. ومرت ايام كثير دي مو قليله. كبر البومه، كبرت كبرت. اوب معليش معليش. يلا يلا شكله مهمة الشخصية اللي معايا الحين. كيف اخليها تطير؟ شكله 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 يعني كمتوقع يعني كأحداث إلى الآن البومة ما هي قادرة تطير. طبعا مولود جديد كان معاهم في العائلة حقتهم، ما إلى الآن ما هو قادر يطير، فلازم مساعدة. والله والله من جد ترى انا احب الالعاب اللي يكون فيها جرافيكس تحسه كذا، تحسه فن مو بس انه مجرد جرافيكس رسم. في العاب كثيره ترى في ناس يتجهوا للشكل ده كثير، هذه من الالعاب اللي زي كذا يعني تحس انها ممتعه للعين. طيب ما the answer lay in the past. يقول لك الإجابة في الماضي. إيش الماضي مين طيب؟ Her mother finally gift. هدية أمها الأخيرة كانت إيش طيب؟ أوب. ليه طيب مو راضي يطلع؟ حلوين. بس مرة RT معلش شباب ايش هو RT؟ RT اللي هو على اليمين ability new ability خد شايفين؟ معلش الكنترول حق البي سي اللي هو الاكس بوكس يبغى لي وقت اتعلم عليه. انا اقول لك بس الشخصيه اللي هي البومه تحس انها متصله احداثها وبدايه اللعبه تحسها متصله بالجزء الاول. ما يكفي يهو العنكبوت سابع نومه. أما أيوة together new wings شايف؟ حلو حلو يعني شكل الجزء هذا مو بشخصية واحدة، شخصيتين تلعبها. The sky was within. طبعا الجزء الأول أنا عارف إنه بس الأبيض هذا كان بيلعب. أوه أوه
ساوند تراك مره حلو. انا من الناس اللي اهتم في الساوند تراك بصراحه في الالعاب، واحسها مره مهمه. مرة بدمج من جد، ابغى اشوف تفاصيل الجرافيكس بمتعة. ايش الشيء اللي هنا؟ مع البط جاء جو جاء الشر. ما دام بالدنيا بدأت تغيم ويضرب مطر، اعرف انه بدأ الشر يجي. عاد هذه الاجواء اللي تعودنا عليها في الالعاب. لا تقول لي بيضرب الرعد في البومة. طاحت الريشة. امسك فيه. لا. separated by the storm. اتفرقوا بسبب العاصفة. يعني الحين ببحث على البومة اللي هو يعتبر تعتبر أخته. شكلهم دول الأشرار، شكلهم الأشرار هذول. مين اللي جاي؟ wake up man. طيب يلا بدأنا المرحلة الأولى، بس لين دحين ما شفت يعني زر بيعطيني أكشن. طبعا اتجهت يسار، خلينا نشوف ايش في يسار. ماني شايف اي شيء بيعطيني. نو ما في دبل، ما في دبل جمب. ما اتوقع ان الجهه دي، معليش سامحوني. نروح الجهه اللي على اليمين. حسيت نفسي اني دخلت المكان اللي لسه مفروض انه ما اروحه. طيب spirit light can be trained by friendly creature. هذه يقدر يسوي فيها ابجريد. بس اوب في 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 احس كذا في ما ادري هو لاق ولا لا مش عارف، بس خلينا بعدين نتاكد من الاعدادات. طبعا البي سي مليان اعدادات. قبل ما استعجل واروح الجهه دي خلينا نشوف هذه. طيب هذه لايف بيكونفت تو كولكت. حلو، هذه ترجع لي دمي.
ما اقول لك الجهه اللي رحت على اليسار ذيك اتوقع انه ما كان المفروض اروح لها. اكس فيرس ويبن يا ما يخلص اتوقع. واو من جد من جد ممتع الان الجرافيكس. يا هنا هنا اعطيه. ما اظن ما اظن Not even from where you are. I have visited most land near the and far, and not see your kind. Ah, يعني هذا يقول زرت الأماكن بس ما كنت شفت زي نوعيتك. Whatever you are, wanderer, اللي هو باحث أو مستكشف in this part, the better part at least. But if you're thinking going further, you will have to get through Spirit Gate. اللي هو ايست يبغالي. You need two keys or two keystone. I have to have one in my bag, another one in the case. Okay, Nanush. But it's just for one or some more myself. طيب حلو. لا فين؟ فين الزر الثاني؟ أيوت تانجيرو. أيوت تانجيرو. أنا تحس إنه لاتيني. طبعا هنا المهمة عندي. طبعا شكل عارف انه عالم مفتوح تتجول زي ما بتبغى. بيندري طبعا اللي فهمته دحين يبغالي اروح اجيب المفتاح تانجيرو. اوب المفتاح في الجهة الغربية. تعال 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 خذ. لا حلو 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 قدرت اعديها. ناخذ الدم. في 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 خفايا في الخريطة. اعطيه. لا 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 ذا مو سهل والله مو سهل. ابعد. والله فزت عليه. طب حلو حلو حلو. مع انه ما هي اللعبه اتوقع ان تكون فيها صعوبه صعوبه بس يبغى لها فوكس تركيز. النار المويه الحين حتطفي لي النار دي. طيب جنب حلوين. يمدينا نط هنا برضو اروح فوق. دقيقه بس طبعا هذه لا اشرد اشرد. خلينا نمشي من هنا. شوف ايوه انا ماشي في الطريق الصح. ماشي في الطريق الصح يا عيال. كيستون حلو.
يعني لو اجي من المنطقة العلوية دي شوف، ايوه المنطقة العلوية امشي زي ما انا كده حلوين. شم فوق، هيا فوق. I found. I surrender before we lose any more. طيب. Can you come one with you? طيب okay. Whatever you are doing, good luck. Thank you. لما نبدأ نفتحين. The missing key. طيب فين البوابة؟ keep you يمكن هوني لا بروح الجهة دي أنا بصراحة أبغى أشوف الجهة دي إيش كان فيها. هوب اوه هذا البوابة. اها والله بدون ما اروح لها رحت جبت المفاتيح، بس والله شفت الذيب اللي ورا جاء ذاك شكله حيكون مزعج. ناخذ نستفيد حاجة ما في. من جد تحسها فيها من ريمان. خذ الدم بس. لا دي مستواها شوية اعلى يعني والله غريبة يا اخي، حتى يوسف سحبوا على ريمان كانت حلوة. واو يا ولد، ووهو اشرد اب نط يا نط. خذ اشرد والله دمي راح. اعطيه له يمكن يشرد مني هيك وبيشرد. What was that؟ والله اعطيته. فين الطريق؟ والله بس لمسه واحده كانت حتموتني. قلت يا ولد هلا تشجع وروح اعطيله. احيانا الالعاب زي كذا لسه، لانه باين عليه انه الرئيس مو حيموت يعني، حاليا حيكون المواجهه الرئيسيه له ينتهي. طيب الابجريد هذا الحين كيف دقيقه هنا الان يعني مش عارف اذا في مكان معين اسوي له ابجريد او لا. لا اوه في شيء برضه. يا اخي ابا دم معليش ابا اروح الجهة دي. اوه ما في اي كي ستون. طبعا يبغالي افتح لها من هنا، ما اتوقع ان يمدينا ينزل، فما في الا الطريق هذا حبيبي.
ما في إلا الطريق هذا. بس والله مطاردة الثعلب كانت حماسية. هنا 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 لو قلت شكرا. Tree of Life. اتوقع عندي احساس انه هنا الابجريد. بوم. يو جو مش بو؟ An ancient light awakening. انارة ونور قديم صحي فيه. نوران say through the night. دول يدوروا لهم قاعدين. يا اخي اساميهم غريبة. ايش الفكرة يعني؟ كيف عرف انه مع البط؟ يا اخي المفروض يكون معاه السلاح ثابت، ما دام انه الشغلة فيها ضرب. بدل ما انه الإنارة ذي الخشبة لازم يكون معايا النار وتنطفي. You are not like the others. شكرا هولر. دول شكلهم طيبين. You are shining in ancient light. The tree remember, I know it. Blue. It has shared a memory with you. لازم حلو. Now use the light you want to see. شكله دحين بدأ يجيني السلاح. شوف. حط اكس. شايفين؟ اوه ياه. حلو 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 حلو. قلت لكم ما توقعت. لأن اللعبة فيها قتال كثير فتحتاج إنه تحتاج إنه يكون فيه 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 سلاح تلعب فيه. طيب يا شباب هنا ننهي الحلقة الأولى لها، ما بدل ما نخش وندخل في باقي الأحداث. إذا عجبتكم اللعبة حبيتوا نكمل معاها راح نكمل معاكم فيها إن شاء الله. بس أدون التعليقات، قولوا إذا في نشوف اللايكات من عندكم، نشوف النشر. يعني بصراحة في داعمين كثير معايا في القناة ويعطيهم العافية، ما مقصرين الآن. إن شاء الله تعجبكم. الفترة ذي قلت لكم في ألعاب كثير وفي ضغط كثير في الألعاب، بقدر ما نستطيع راح نقفل اللي نقدر عليه. نلهي الحلقة الأولى إن شاء الله هنا، ويعطيكم ألف ألف عافية شباب، والسلام عليكم.